مر على سكان الموصل الكثير من الاساليب التي استخدمها المرشحون لكسب اصواتهم. كانت في بدايه الامر بتوزيع سله غذائيه او مبلغ من المال مع احلام ورديه. لكن ما تحدث به لنا سكان المدينه القديمه اليوم كان بمثابه الصدمه، فقد وصل الحال بالمرشحين لاستغلال حاجه المرضى. انتخبني وستجد العلاج بعد ذلك. اني اني قلت لك وهاي اذكر لك واحده ما هي اللي احنا شو نسميهم؟ مكتبها؟ يعني حواليها؟ حواليها ازلامها يقال انه راح يعالجه مستقبلا ما الان وانطوها يعني دراهم معدوده ما بين مشاهد الخراب والدمار تكاثرت الوعود وتذكر اصحاب النفوذ اليوم بعد اربع سنوات على الحرب بأن الموصل منكوبة أما سكانها فهم ما بين مطرقة الحاجة وسندان الاستغلال يعيشون في خيبة أمل جعلتهم بعيدين عن التغيير لا هسه طلع موديل جديد هسه الوعود انتخبني وانا اعطي عهد انك يقطع لك راتب مع الرعايه هذا هسه الموديل الجديد الوتر اللي على الوتر الحساس هسه اللي جايين عليها لان تعرف هنا منطقه تعبانه وصلت نسب التحديث في الاقضيه والنواحي الى قرابه 60% اما الموصل فقد كانت الادنى تحديثا رقم يوحي بان سكان هذه المدينه يعيشون بخيبه امل كبيره من العمليه السياسيه برمتها كل وعود كاذبه يعني يجون انتخابات قرب الانتخابات تشوفهم ها سجلكم رعايه، ها اعطيكم مواد، ها اعطيكم تعويض، ها ابني لك، ها اعطيك كهرب، اعطيك يعني اليوم المنطقه القديمه صارت تفتقد على ابسط الخدمات. يعني كلها لو ما المنظمات كان ما نشوف شيء. وبعد كل ما عاشته هذه المدينه، يبقى التساؤل مطروحا في حال اجراء الانتخابات المرتقبه. من سيقنع هؤلاء البسطاء بان من سينتخبوه سيكون معهم؟ وهو اليوم يتاجر بجراحهم ومعاناتهم امام اعينهم. وعود تعطى وتبقى ساريه المفعول حتى يضع الناخب ورقته في صندوق الاقتراع، وبعدها يعيد مشهد الخذلان نفسه مره اخرى. من الموصل محمود الجماس قناه التغيير.